احنا خسرنا بطوله وكنا زعلانين عشان الناس دي زعلت، بس لازم يبقوا في ظهرنا دايما. احنا اكيد مش عايزين نخذلهم، عايزين دايما نبقى كويسين عشان خاطر نجيب البطولات عشانهم، والحمد لله ما روحوش زعلانين. ان شاء الله تكون البدايه باذن الله. النهارده غياب محمد هاني ووجود كريم فؤاد في المركز الباك اليمين اتصاب غاب، النهارده اكرم توفيق كلكم واحد، كلنا لعيبه كبار، كلنا لعيبه كبار، وانا اقل واحد فيهم والله العظيم مش كلام. ربنا يا رب يكرم الناس كلها ويرجع هاني بالسلامه، وعمر كمال كده كده لعيب كبير مش محتاجه، وهاني نفس الكلام. ربنا يرجع كريم فؤاد كده يا رب من الاصابه بالسلامه، لان احنا فعلا محتاجينهم الفتره الجايه. مستر كولر بيثق في المستوى على المستوى الشخصي في اكرم، يعني اكرم انا عارف واحد من اللعيبه اللي بيثق فيه مستر مارسيل كولر. الماتش اللي فات كنت بتلعب في نص الملعب، النهارده لعبك في مركز الباك رايت، اعتقد اللعيب اللي بيلعب في اكتر مركز بتبقى ميزه ليه وميزه للمدرب. والله انا بالنسبه لي اي مكان في الملعب، المهم اكون جوه الملعب. الحمد لله رب العالمين، كنا مركزين جدا، لان ما ينفعش زي ما انت قلت في الاول الجمهور ده يروح زعلان. نفذنا كلام الراجل، عملنا كل حاجه من قدام، كنا عايزين نضغط من قدام، ضيعنا فرص كتير، بس ربنا سبحانه وتعالى جابها في الاخر. حسيت ان المباراه ممكن تهرب مننا؟ يعني بص عشان ما بقاش كذاب، لما رضا ضيع انا قلقت، بس الحمد لله ربنا كرم في النهايه. اشكرك يا كابتن اكرم وبالتوفيق اللي جاي. حبيبي.